بسم الله الرحمن الرحيم. الأول طبعا بنقول للكابتن محمود الخطيب ألف الحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله تكون آخر بقى الآلام، والعملية دي تبقى عملية مريحة خالص، إن أنت إن شاء الله الحكاية بقى تكون ريحت شوية، لأن الآلام بتاعت الظهر دي أنا عارفها. فبنقول له ألف الحمد لله على سلامتك، إن شاء الله يبقى آخر مشوار يعني للعلاج. ثانيا عايز أقول لك على حاجة، كابتن حسام بدري والتصريحات والشكل بتاعنا، نحن بنتكلم على تجديد ووجوده، هو عامل يعني شكل جميل جدا بقاله سنتين، وعامل محافظ على الكيان ومحافظ على البطولات اللي هو النادي الاهلي دايما بيبص لها. انا عايز اقول لك حاجه، اذا كان كابتن حسام بدري هو المدير الفني اللي من فوق، او اي كباتن موجودين الكبار اللي معايا بيمسكوا بتولوا مهمه كبيره زي كابتن ربيع مثلا، و كابتن عادل شرفنا في السعوديه ومسك فرق كبيره جدا، لازم يبقوا قدوه. يعني لازم يبقى الشكل السقف العالي نفسه بتاع الحكايه لازم يبقى قدوه في كل حاجه. ومن نجاحات الكابتن حسام بدري ان هو الحقيقه حاطط ولامس جميع عناصر النجاح بالنسبه كمدير كوره وكمدير فني. الحقيقه حاطط في عينيه دايما، وكان كابتن محمود الخطيب من زمان بيديره حتى ايام ما كان مع مانويل جوزيه مأموريه كمدير كوره الحقيقه. هو يعني بيتوسم في كابتن حسام بدري دايما بالانضباط، بالشكل اللي يناسب الحقيقه قياده النادي الاهلي. فاذا كان رب البيت بالضف ضاربا فشيمه اهل البيت الانتظام والنجاح والعمل على البطولات وكل المكاسب دي، فيبقى في لغه بيننا وبين بعض كده دايما اي حد من عناصر النادي الاهلي والناس المسؤوله والقيادات المسؤوله، بتبقى سهله جدا سهله جدا ان انت تختار عنصر من ولاد النادي الاهلي. الحقيقه زي ما كابتن صالح سليم انا وكابتن ربيع بنتكلم دلوقتي، بيقول لك ادى الناس كلها فرص، ادى كابتن طه اسماعيل فرص، ادى كل الناس جابهم واداهم ثقه ولاد النادي الاهلي وخلاهم يمسكوا النادي ويثق في امكانياتهم، وكابتن جوهري. الحاجات دي كلها اثبتت نجاحات كتيره قوي، واثبتت على المستوى المحلي او الدولي قد ايه النادي الاهلي بيحافظ على الكيانات كويس قوي. فحته ان الميديا بقى تاخد تقول لك حسام اصله طلب زياده، حسام مش عارف ايه، حسام طلع وقال انا بمضي على بياض للنادي الاهلي، وتصريحاتي انا وكابتن محمود الخطيب فش اي حاجه، لان اللغه بين محمود الخطيب وحسام بدري قديمه الازل، وكابتن حسن حمدي، كابتن حسن حمدي مع كابتن محمود الخطيب مع حسام بدري كانت لغه ما تفهمها، ويدخل في اللغه دي كمان كابتن سيد عبد الحفيظ. فاحنا مش جديد علينا اللي بيحصل ده، كوادر موجوده كتير، كوادر موجوده، وهو ده النهج اللي اي واحد فينا هيبقى موجود الحقيقه مش هيشذ عن هذا الوضع يعني. صحيح.